الحوار. الحوار قيمة عظيمة. نستضيف معنا هذا اليوم ضيف غريب عجيب. نستضيف معنا هذا اليوم ضيفكم وضيفنا. أنا صار لي أنا ناخذ فضلك. أنا عندي سيارة، بعت السيارة لأنه غلي البنزين. طب ما احنا كمان الشعب بيشكي، رفعوا علينا الخبز. رفعوا الخبز. نعم، أولاد عمه للحمار الغنم. مات حوالي 100 راس من الغنم اليوم نتيجة إنه في مطاعيم فاسدة قدمتها وزارة الزراعة. يعني أنت وأمريكا اللي نعم. بتجيب لنا العلف هذا كله محطوط عليه مواد حافظة بتضر الدواء وبتضر الحلال. معلومة لك الأخوان المشاهدين، زميلنا الإعلامي المعروف الأستاذ عصام من بيضين كان كتب مقالة عن ازدياد عدد الحمير في الأردن. فعلا أصعب مناطق، حتى بقول الموجب اللي هي منطقة صعبة في الأردن الخطط أحمر. مزبوط. استبعد إنه يصير في عنا باص سريع. مستبعد. بدي تعلق لي على الصورة اللي راح تشوفها وشوفوا أخوان المشاهدين معنا. يعني هذا الحمار السريع، شوف قديش الناس الجماهير بتستقبله. شو تعليقك على الصورة هاي أستاذ خالد؟ فساد البلد فاسدة، البلد مش كلها فاسدة، صح؟ لا مش كلها. يعني البلد لسه فيها خير. عرفت كيف؟ هاي اللي لازم احنا نحررها. هذه اللي بدها تنشال. هل الحمير عانت من قضايا الفساد برأيك؟ ها؟ حكى هو، مش أنا. هايو. نهج مضبوط يا عمي ولا لا؟ السؤال مرة أخرى. هل الحمير أو أنت شخصياً تعاني من الفساد والفاسدين الموجودين في الأردن؟ يعني الحمار شو رأيه في الارتفاع المديونية في الأردن؟ هالدين عنده بارتفاع. والله هذا الحمار هذا شو ذنبه؟ يقول لك شو ذنبي أنا؟ يعني عصب من السؤال. أنا آسف أعتذر وبشدة على هيك سؤال، لأنه خلاص يعني بتعرف محظورة بجوز يحبسوه. بدي أسألك، أنت سمعت في شيء اسمه داعش؟ سمعنا يا أخي. مش قادر أفهم هالقصة، تفهمني إياها وفهمني. والله أنا زيك ما بدي أفهم. موجود مصيبة. أنا ليش جبته؟ لأن كثير سألت ناس مش قادر نفهم. عزيزي الحمار، أسألك سؤال. إذا شفت في خطر من أي طرف يريد أن يسيء للأردن، شو بتعمل؟ أشكرك جدا لموقفك النبيل والعظيم في إنك أنت شريك معنا في هذا الوطن. أشكرك وبشكر ضيفني العزيز الحمار على هذا الحوار وعلى موقفه بانه اول شيء انه معانا ضد الحرب ضد الفاسدين وانهم هذول هم المؤذيين للبلد. الخطر مش من خارج الاردن، الخطر من داخل الأردن. اذا احنا تفرقنا شو بصير فينا؟